بسم الله الرحمن الرحيم، المشاهدين الكرام في كل مكان، متابعي الموج الأزرق اف ام عبر فضائيات الهلال على امتداد البث اينما كنتم، تحية صباحية لكم جميعا وصباح التفاؤل على كل من يتابعنا في هذه اللحظات، وتحية لكل من أدار المؤشر وتحية لكل من أدار في هذه اللحظات جهازه لمشاهدة قناة الهلال الفضائية ولمتابعة برنامج الموج الأزرق. واليوم نتحدث في الموج الأزرق عن مباراة الهلال والأهلي المصري اللي هي مسيطرة الآن على الساحة أو الوسط الرياضي في السودان. اللقاء الكبير ديربي وادي النيل في اللقاء رقم 9 الذي يجمع الفريقين عشية أو ظهر الجمعة إن شاء الله في ملعب الجوهرة أو ملعب الاستاد الهلال. بداية، قبل ما ندخل في أجواء الحلقة وقبل ما نتكلم في متطلبات عبور الأهلي بالنسبة لفريق الهلال وإمكانيات عبور الفريق والعناصر اللي ممكن تشارك، وكذلك نتكلم عن عناصر الأهلي اللي بتغيب عن المباراة، عايز أقول لكل زول بتابعنا لكل زول من جمهور الهلال حيخش الكورة إن شاء الله، وأكيد الإدارة طبعا سعت لأنها تنتزع بطاقة دخول الجماهير، وعلى أقل تقدير الهلال موعود بدخول 5,000 مشجع على أقل تقدير، لو ما وافقوا على 20,000 على أقل تقدير الاتحاد الأفريقي سيمنح الهلال عددية للجمهور اللي هيتابع المباراة، هي نقطة مفروغ منها. وعلى جماهير الهلال انها تعد العده لانها هي تؤازر فريقها، والالتراس ما عايز الالتراس ما عايز وصيه. وعايز اقول لهم دندا الهلال كوره كبيره، الهلال ينتظر جمهوره، الهلال جاهز للاهلي، تبقت الحناجر، عبوا الحناجر بالهتاف وعبوا صوتكم بالهتاف. الأزرق ينتظركم يوم الجمعة في ملعب الهلال من أجل تكملة المشوار ومن أجل بداية المشوار الأفريقي ومن أجل وضع أول 3 نقاط في رصيد الهلال، وإن شاء الله الجوهر بالشكل الجديد تكون فالخير على الأزرق وفالخير على الهلال. وإذا سئلت عن الهلال فقل لهم هو فرحة الأيام للأجيال، نقل بطرفك في السماء وحسنها، هل زانت الدنيا بقير هلال. أكيد الكورة منتظرة من الجميع، وندخل في أجواء المباراة وناخذ اللحن مع الزميل المؤيد والزميلة في الكنترول، ونعود لمواصلة الموجة الأزرق فيه.
إذا تحدى تسوي المستحيل وابتكر موج أدرك إذا تحدى تسوي المستحيل وابتكر وأهدافك إذا ما توجهت للمرمى لا بتنحش ولا بتتصد ولا تحول موج أدرك إذا تحدر تسوي المستحيل وابتكر موج أدرك إذا تحدر تسوي المستحيل وابتكر وأهدافك إذا ما توجهت للمرمى لا تنحش ولا تتصد